وزير التجهيز والنقل رفقة وزير الصحة يشرف على حفل تدشين الانطلاقة الرسمية لتشغيل المحطة الكهروضوئية بمطار أم تونس الدولي المشيد من طرف وكالة الأمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر سكنة. استغلال المحطة سيشكل نقلة نوعية في التحول الطاقوي وتطوير البنية التحتية لمطار المكشوط الدولي. هذه المنشأة الخاصة بتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والتي يشكل استغلالها نقلة نوعية في مجال تعزيز وتطوير البنى التحتية لمطار نواكشوط أم التونسي الدولي، عملا بالتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، والتي تسهر حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على تطبيقها ضمن السياسة العامة للحكومة التي ترمي إلى تعزيز التحول الطاقوي. وتقول الوكالة المنفذة للمحطة الجديدة إنها ستساهم بدور هام في تغطية حاجيات المطار وملحقاته. أذمن روح التعاون الذي تقدمه الجهات الرسمية للوكالة، وأؤكد لكم أن هذه المحطة ستغطي حاجيات المطار وملحقاته. إن تدشين هذه المحطة يترجم عناية الوكالة بجعل الدول الأعضاء تمتلك بنية تحتية وأنظمة قوية من أجل الاستجابة للمتطلبات الدولية في هذا المجال. وتميزت التظاهرة بعرض فني عن المحطة، كما تجول الوفد في مختلف أقسام وأجنحة المحطة الوليدة. ويعتبر تشييد المحطة الأولى من نوعه على مستوى مطارات الدول الأعضاء في وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر، وتسعى المنظمة القارية لمواجهة التحديات المتعلقة بسلامة الملاحة الجوية في الدول الأعضاء، ومن أولوياتها توفير طاقة كهروضوئية نوعية دون انقطاع في المطارات وأجهزة الملاحة الجوية في دول المنظمة.